أثابكم الله. المستمعة شين خاء دال من الأفلاج تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا امرأة أبلغ من العمر 50 سنة، وسمعت في هذا البرنامج المبارك أن المرأة التي تبلغ من العمر 50 تتوقف عندها الدورة فتصلي وتصوم، وأنا في حيرة من أمري، هل أصلي أم لا، مع أن الدورة ما زالت تنزل عندي في نفس الوقت، فهي نفسها لم تتغير علي، وإذا بقي كدرة هل أصلي في أثناء هذه الكدرة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. هذا مذهب أكثر العلماء أنه لا حيض بعد 50، ولذلك يسمون هذا السن بسن الإياس. فإذا بلغت المرأة 50 سنة فإنها تصوم وتصلي ولو كان ينزل عليها شيء من الدم، لأن هذا يعتبر دم فساد وليس دم حيض. ولو كان على عادته الأولى؟ ولو كان، نعم.